وبنهاية صباحنا وفقراتنا فرح نروح لمساحتنا الطبية، واليوم رح نضوي ضمن هي المساحة على مصطلح الجراحات الإسعافية. شو هي هي؟ شو هو هذا المصطلح؟ شو هي أهم الجراحات اللي بيتضمنها والأنواع؟ أكيد معلومات حيخبرنا عنها ضيفنا لليوم الدكتور أحمد نسيب عرقسوسي، استشاري الجراحة العامة والصدرية والتنظيرية. سعد صباحك دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا. صباح الخير دكتور، أهلا وسهلا فيك. خبرنا بالبداية شو هو مفهوم الجراحة الإسعافية، شو بنقصد فيها؟ الجراحة الإسعافية بشكل عام هي أي جراحة تجرى لحالات مهددة للحياة. لعنا بشكل عام إحنا غدود البطن أو غدود الصدر كذا شلون كلها ممكن تكون مهددة للحياة، شلون فهون الجراحة بتكون لها دور أساسي بإنقاذ الحياة. وفي عنا حالات تانية طبية، شلون مثلا التهاب الزايدة، مثلا التهاب بنكرياس كذا كذا، كمان هي ممكن تكون مهددة للحياة. فهي جراحة إسعافية يعني مفروض تكون انه تجرى لحظه التشخيص او قول الحدث او تشخيص الحاله خلال فتره يعني من عاده من ساعه لست ساعات، هي بتكون جراحه اسعافيه شو منقذه للحياه غالبا. تمام. اذا اليوم حبينا نعطي حالات، نوصف حالات، شو هي اهم الحالات اليوم ممكن الطبيب يضطر يقول نحن اليوم بحاجه الى جراحه اسعافيه؟ هلا بشكل عام جراحه الغدود هي اهم شيء بالجراحه الاسعافيه. طبعا نحن يعني عاده نقول لطلابنا او المقيمين تبعونا شلون في تقييم بكون المريض شلون، انه نتاكد نحن انه التنفس تبعيته مزبوط، دورانه صح كذا، فهمت علي كيف؟ بعدين بنشوف بقى حسب الغدود. اول شيء غدود البطن لازم تتشخص بشكل صح ويتداخل عليها بشكل صح، بعدين غدود الصدر، وبعدين بنشوف الشغلات الثانيه. مثلا هلا مثلا كسر اذا كمان ما كان مفتوح مثلا هي مو جراحه اسعافيه، بس مثلا ممكن نزف بالبطن مثلا شو وعاء او توزع كذا، هي شلون النزف ممكن يهدد الحياه شلون. في عندنا شغلات بالصدر مثلا انه الريح الصدريه الضاغطه كذا شلون، كلها هي مهدده للحياه شلون. فهي التداخل تبعها بده يكون بشكل يعني ايميديتلي شلون مباشره لازم نتدخل عليها شلون. فهون الفكره بقى انه يعني بين انه شيء مهدد للحياه احنا عم نتدخل نقلب صيغ الحداثيه شلون، بين انه شيء ممكن حيتاجل، فنحن في ترتيب اولويات يعني. تمام. دكتور لما بنحكي عن جراحة إسعافية يمكن ما عنا الوقت الكافي لحتى يمكن نعمل تحاليل وكل الأمور اللي ممكن تنطلب من عمليات الجراحة الطبيعية والعادية اللي بتاخذ وقت يمكن لتحديدها ووقت لإجراء كامل الفحوصات، لكن يمكن شو هي أهم الإجراءات اللي ممكن تاخذوها قبل إجراء هاي الجراحات الإسعافية أو حتى بعدها؟ هلا مثل ما قلت لك نحن بدنا نصنف تصنيفين، مريض غدود يعني ممكن انطلاق ناري، ممكن حادث سير كذا شلون. تمام. ومريض ثاني حالات اسعافيه شلون هي يعني داخليه، مو انه يعني مو شغله ما لها علاقه بالجروح بشكل عام. تمام. نحن عاده معنا وقت، نحن دائما معلمهم في تقييم بيكون عندي، في تقييم اولي هذا خلال دقيقه واحده بيكون تقييمت المريض بشكل عام شلون، انه هذا بيحتاج نقل دم، بيحتاج عنايه، بيحتاج تداخل اسعافي مباشره العمليات. وفي عندنا شغلات ثانيه بتجي بعد منها. نحن بشكل عام الحقيقه الاسعافيه بتنسحب خلال دقيقتين عشان خضاب وتكريت نشخص شو صاير معنا بالضبط. الشغلات الثانيه مثلا نحن ممكن بسموه الايكو الموجه، عرفتوا نحن ايكو بسيط بالاسعاف، ممكن على منطقه الشرسوف، عرفت كيف؟ الخواصر، المسانف، في معنا اذا في معنا سائل، في معنا كذا، عرفتوا؟ هي كلها ممكن تتقيم خلال خمس ست دقائق. هلا الفكره بالغدود انه انت بتكون عم تقيم وتدبر سوا، عرفت؟ يعني انت ما مستنى بتقيم وانت عم تدبر، يعني بتفتح خط وريدي، عرفت؟ بتامن التنفس، بتامن كذا، عرفت؟ تمام. في شيء عند ابنك مثلا بغدود مثلا حوادث السير كذا، انت عم تشتغل مش عم تثبت الرقبه مشان ما يصير مثلا لا قدر الله شيء، فانت عم تقيم بدك يعني المهاره في انه انت تقيم وتدبر سوا، ما انه والله بس انه عم استنى حتى تطلع التحاليل وتطلع الصور حتى بعدين فكر شو بيساوي. ما في وقت. تمام الحديث، هي بغدود بشكل عام. هلا احنا بيجي عندنا شغلات ثانيه مثلا التهاب الزايده، مثلا التهاب مغاره كذا، شغلات ثانيه هي جراحيه واسعافيه، شلون؟ بس مو انه يعني مثل واحد انه غض مثلا اطلاق ناري او كذا، شلون؟ فانت تفكر يعني دائما بشكل عام انه بغدود مثلا حوادث السير الكبيره مثل ما كان وقت كان ازمه، كيف في عندك تياج منطقه انه عم تفرز الحالات اللي اشد الحاحا بتنشغل اول شيء، واللي بعدها اللي بعدها بتوصل اخر الشغلات البسيطه جوا كذا. هي اذا كنا بغدود بشغلات ثانيه، كيف هو الدكتور عم يقيم تماما شلون؟ بس عارف كيف قلت لك يعني هي مو شغلات انه في شغلات انه لا لا مباشره لازم تشتغل، في شغلات نحن ممكن خلال فتره بسيطه لازم نتدخل، بس هي هون بقى التقييم بقى انه اولويه وانت شو لازمك شغلات ثانيه، مثلا لازمك دم، لازمك انه مثلا مواد ثانيه مثلا، بس الفكره الاساسيه انه انت تقيم وانت عم تقيم عم تدبي سوا. شو هي اخطر المضاعفات
اللي ممكن تصير معكم دكتور، ويمكن ما بنكون نحن قادرين انه نتفى، يمكن هي المضاعفات نتيجه الرغبه بسرعه اجراء العمليه يمكن لحتى ننقذ حياه المريض. ما في رغبه، هلا بتتلك غدود حديث ثاني، اشتغلنا بمأمل، اشتغلنا وخلصنا يعني كنا كان وقت كثير كان صعب علينا كلياتنا الازمه الماضيه، شلون الحمد لله يعني اخذوا يعني كل الدكاتره اخذت خبره كثير جيده شلون وقدروا يدبروا الحالات بشكل كثير جيد. تمام الحديث الفكرتين مع بعض بيمشوا، انه انت ما تخلي انه الحاح انه تشتغل شغله ينسيك تشتغل البيزك، البيزك انه تامن طريق تنفس، تامن تكون دوام بشكل صحيح، تامن انه تقييم الحاله الوعي تبع المريض، تمشيهم كلهم مع بعض شلون. فما تخلي ما الفكره الثانيه كمان سلامتك انت بشكل خاص، يعني انه والله واحد مثلا كنا عم نحكي بالكورونا مثلا والله بتركض بدك تنعش مريض شلون والله انصبت انت شلون، يعني كمان سلامتك. فانت دائما عاده يعني بلاد بقى دوات الار تي ال اس بسموها شو الادفانس تروما لايف سبورت، شو انه انت دائما اخبر واحد عم يشتغل لا. اخبر واحد بالقصة او معه مؤهل هو بيتولى بكون ليده هو بيتولى قياده الاسعاف لتثبت المريض بشكل عام. هلا نحن بدي نبي انا يعني انا مو طالع احكي استعرض مواد وكذا شلون، بس كم شغله مريض مصاب شلون خاصه بالحوادث بالقلب كذا، اهم نقطه انه ينتقل قطعه واحده ما ينتقل مثلا شو انت عم تفاقم له اصابته اذا ما مثبته لازم تثبت صح، لانه انت حركه خطا ممكن المريض ينشل، فهي اهم نقطه. فلذلك دائما اخبر واحد بالاسعاف هو اللي بيقود الاسعاف، وبعدين بنجي بقى بتوصل للمشفى عاده في تواصل، فانت بتقتلك الحالات الاكثر اولويه بتنشغل اول شيء بتدبر اول شيء بتثبت، وبعدين بنجي على الحالات اللي يعني معقول مثلا مريض مجروح اذا جروح صغير مثلا اتركه والله، وفي مريض والله حادث سير مثلا او طلق ناي مثلا عم حطه بعد هون بالاسعاف ما في دور في الاكثر الحاحا وصم الحزن. خلصنا من حالات الردود نجي شغلات ثانيه مثلا، لانه في مريض مثلا كان قاعد فجاه بعد فتره والله وجع علامة كذا، نحن شو بصير معك مثلا نافو شخصنا زايده مثلا، هلا الزايده اذا شخص طبعا معنا وقت ممكن نعمل ايكو ممكن تبقي حسب ما بتحكي وتحاليل فحص هو اساسي، لكن انت مثلا اذا ما تدبرت صح ممكن يصير انسقاب مثلا بقولوا فجاه الزايده مثلا انسقاب، لما يكون بقصه صغيره مثلا جرح ممكن تصير بالتنظيم مثلا او جرح صغير ممكن تصير بقصه ثانيه مثلا التهاب بالرتوان. فنحن دائما اولويه الحالات الشخصي شوي شوي غايه الاسعاف او الجراحه الاسعافيه او السرعه انه انت ما تفاقم الحالات، انت حاله تثبتيها بوقتها وتدبريها بسرعه عشتون. فهي مو معناته نحن عجله لا، بس نحن نشخص صح ونفوت ندخل بشكل صح. طيب دكتور احنا بس في بعض الحالات اليوم في عندك بعض المرضى عندهم امراض انهم ابدا ما خرجوا دخلوا غرفه عمليات، وخصوصا خلينا نقول مثال مرضى السكري، نحن بنعرف انه طبيا مريض السكري قبل بوقت بيتجهز بيوقف المميع الانسولين بيكون نظامي سكره نظامي، لقدر اليوم الجراح يدخل غرفه عمليات، ولكن اذا كان في حاله اسعافيه وهو مريض سكر اليوم الطبيب شو بيتصرف بهي الحاله؟ هلا انت دائما هو في تعاون بين الجراح وبين الدكتور التخدير. هلا تطور العلم تطور وسائل التخدير ما في نص في روحنا الجراحه مستحيل تصير. طيب بس ولو كانت اسعافيه هلا هو لك اسعافيه الفكره اسعافيه نحن في تدابير معينه بده يظبطها شلون لحتى انه يشتغل بطريقه انه يكون اسلم شيء، يعني فوت مريض باسلم حاله والطلب باسلم حاله. نحن عاده مريض السكري في عندنا نوعين سكري، في عندنا السكري معتمد على الانسولين هذا ما كثير في مشكله كبيره لانه هو اساسا اوريدي عم ياخذ انسولين. مشكلتنا نحب مرضى عم ياخذوا المضادات السكر الفمويه عشان هذول عاده نحن بالحالات الجراحات الانتخابيه قبل يومين بتحضروا وبينقلب على الانسولين بيوم العمليه فالى طبيعي يعني، لكن وقت الاسعاف في شغلات يعني بتخلي الواحد انه يعني يتجاوز مراحل شلون، بس التخدير كثير له دور كبير بانه انعاش المفضى اصلا اسمه تخدير اختصاصه التخدير وانعاش، يعني فانعاش المفضى مو بس انعاشهم بعد العمل الجراحي انعاش كمان المصابين او كذا، وبنفس الوقت تحضير المريض بشكل صح. في وسائل ما قلت لك يعني ما انه والله نحن خلاص انه مريض سكر ما بيتصور شيء ما في حتى مرضى الضغط فينا نطبق اليوم نفس الاجراءات طبعا 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 يعني ما في حاله ما بتصير، بس كفكره انه انت يعني اكيد نسبه الخطوره مثلا او الاختلاطات مو مثل الانسان مثلا عادي ما عنده مشاكل، بس نحن عاده مخدرين كثير اكفاء ومدربين ويعني بس رغم هيك بضل الطبيب عنده قلق لانهاء العمليه انه يتطمن على سلامه مريضه اذا كان عنده وضع صحي قبل العمليه. هلا نصيحه كان نصح الاستشاري كنت اتدرب عنده عرفت كيف؟ انه انت دائما مشاكلك دائما بتكون اقل شيء وبتحاول تشترك العمليه كانه عم تشتغل اول مره، يعني الخوف هذا مو خوف هو رهبه بقدر ما انه ضل واحد انه يعني في روح بين ايديه عرفت كيف؟ لازم يكون انه يعني عم يدبرها بشكل صح. فمو يعني مو صح انه انا اشتغل ماني خايف.
طيب خوف، بس مو قلة ثقة، خوف انه انا لازم يعني في شيء عم نساويه اسباب، وفي شيء على رب العالمين، بس يعني لازم يكون واحد ضل متأخر في روح من ايديك يعني. صحيح. تمام دكتور، بنصائح أخيرة شو بحب تتوجه إن كان للمرافق اللي بيكون مثلا مع المريض بالحالات الإسعافية، خبر يمكن عن أي نوع مرض أو حالة عم بمر فيها المريض قبل إجراء العملية، أو حتى للمسعفين؟ هلا أنا بس في نقطتين يعني. هلا نحن كثير بيجي بس بيحكوا مع الدكتور في عنا حالة إسعافية تعال شوف البيت. الإسعاف ما بيشاف البيت، الإسعاف هو مشفى، ما في شيء إنه والله أنا طلعت مثلا على البيت أعطيت إبرة مشيت أمور كذا. فأنت إذا ملاقي إنه حالة المريض تبعيت منك متوقع، يا تصل الإسعاف السريع يا ما يعني نقلع على مشفى بأزبط شيء. النقطة الثانية نأكد عليها مرتين، ما بضل الردود بشكل عام خاصة حوادث السير، ما بدنا هون شيء تعرض يعني ينتقل المريض بطريقة شلون خطأ يكون يصير معه شلل، يصير معه مشكلة تمام الحديث، ينتقل بقطعة واحدة يعني. أخبر واحد بالإسعاف يعني هو لازم يقود عملية الإسعاف بشكل عام والتقييم تماما. هلأ بالمشافي يعني واحد إنه إذا لقيت مثلا في إسعاف في مشكلة في مثلا جاي مريض، لا كتير إنه واحد يكون لحوح إنه أنا بدي مشي حالي قبل، كان في شيء في أولويات أكيد يعني شلون، والدكاترة بالنهاية شلون بده مصلحة الكل يعني، ما في بس في أحيانا بتضطر أنت تعمل أولوية شغلة تقدم شغلة عن شغلة، ما في شيء اسمه والله دوري وما بدي أخلي حدا يشتغل. دكتور ذكرت نقطة إنه الأكثر حدا ممكن يكون مؤهل لعملية الإسعافات الأولية، قد إيه إحنا اليوم بحاجة إنه ندرب أنفسنا وكل الناس اليوم يكون عندها نظرة عامة شو هي الإسعافات الأولية؟ ذكرت نقطة إنه أي إصابة إنه يحمله هو مدد ممنوع إنه يحمل بغير هاي الوضعية، ممكن نكسر شيء تاني. قد إيه ثقافة اليوم الإسعافات الأولية مهمة بحياتنا؟ هلا هي مهمة جدا. النقطة الأساسية بأمريكا بالذات مثلا نحكي إنه ما حدا بيشتغل بالسلك الطبي الا بيكون عامل اس ال اس واتي ال اس شلون، يعني انعاش قلبي رئوي متقدم شلون وانعاش غدود. نحن الثقافه لازم تصير، مجلس الانعاش السوري شلون كثير عم يشتغل الدكتور توفيق يعني حسابه كيف انه ادوات بشكل مستمر. الازمه بشوز يعني يعني مخفف تواتر الدوات بس كمان عم نرجع شلون، ونحن سوينا دورتين لجراحه الحوب وعاية الصليب الاحمر كيف كنا عم نحاضر فيهم. فهي المفروض يعني اذا توصلي انه انت انا مثلا بالبلد عندي ثقافه كامله كذا، المفروض يكون تقريبا 10% من السكان مدربين على القصه هي. فنسعى نحن انه تكون مثلا ضمن مناهج خاصه البكالوريا، مثلا ممكن مو صف سنه البكالوريا السنه قبل منها يعني شلون ندرب كذا بالجامعات، يعني لازم تكون هالدوات بشكل متواتر عرفت كيف. بس يعني انت حتقولي انه انا وصلتني لهالثقافه بين الناس كلها، المفروض 10% من السكان يكونوا مدربين على الشغل. ولكن هي مهمه. قد ايه فرح نتعرض بحياتنا لمواقف بنقول ما بنعرف نتصرف او بنتلبك لانه نحن ما عندنا هاي الخبره يعني، او ما عندنا معلومات اوليه انه نحن كيف قادرين نتصرف مع هاي الحاله. فاليوم كثير لازم ناكد على موضوع يعني هلا مثلا كمثال احد الشغلات اللي كثير مثلا ما كثير حد انه واحد كان عم ياكل تشبدا مثلا بلش اسمه دغري طيب ما هي في مناوره بسيطه جدا هملا مثلا انه بتجي من افاف تصير العصا بتحل المشكله كامله. فهي شو الاجراء الصح دكتور؟ هقول لك يعني هي عند الاطفال الضغط على الظهر ممكن كذا، بس اما الكبار كيف بدك تجي من افا بسموه مناوره هملا تطاطي على البطن لفوق الصدر، فممكن تطلع اذا كان شيء بتشفد في شيء غلط. شيء شائعه انه عندك هلا ملك شفتك يعني هلا هي عم نحكي قصه انه فهي الثقافه حتى تصير يعني المفترض تكون بالجامعات او قلت لك بالاخر سنه مثلا بكالوريا يعني عم يدرس فيها الواحد، لازم يكون 10% من الناس عندهم فكره عن الاسعافات هي كيف. ومثل ما قلت لك وقت بيكون موجود واحد هو بيعرف عن حاله يعني شلون انه خلص انا اللي دق، وطبعا مو لانه مشان يعني هو حيوجه الاسعاف بشكل صح لانه هي شغلات كثير بسيطه. صحيح تمام، ولكن انه التنظيم للشغل افضل ما انه تكون والله كل واحد عم يشتغل شغل عشوائي. اكيد شكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياها، شكرا لك. اهلا وسهلا. اهلا شكرا دكتور، ونتمنى لك التوفيق والنجاح، ودائما بنقول الوقاية افضل من العلاج. واليوم هيك ضوى اليوم الحكيم على فكرة كثير مهمة وهي التدريب على موضوع العلاجات الإسعافية اللي نحن ممكن نتعرض لها بأي موقف. شكرا دكتور.